اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من اول الخط، ودي واحده من الحلقات اللي الحقيقه يعني الواحد بيحبها جدا جدا، لان ضيفي وضيف حضراتكم نجم من النجوم الخلوقه جدا، وعلى مستوى الاداء كان راجل في الملعب، ما يجيش اسم الزمالك وما يجيش اسم كابتن عبد الواحد السيد الا وتذكر معاه القياده والرجوله الاثنين مع بعض. ضيفي وضيف حضراتكم النهارده في رمضان كابتن عبد الواحد السيد. ده كابتن عبد الواحد كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. ايوه طبعا انا مبسوط دايما ان انا بكون معاك في رمضان، وانت من الشخصيات المحترمه اللي انا بعتز بيها، وحاجه يعني جميله دايما كده، ورب يبقى معاك دايما على طول. ربنا يخليك يا رب يا كابتن. اول الخط، وخليني اقول لك اول الخط الاول سعادتي بانك اصبحت اعلاميا محترما في قناه الزمالك، سعادتي بانه ده اول الخط، لان انا دايما كنت اقول لك ان شاء الله باذن الله هشوفك اعلامي، لان انا عارف انه عندك كتير ان شاء الله باذن الله. انا الحمد لله يعني يمكن انا اخدتها بعد زي ما كنت ضفتني مره في حلقه معاك زمان، قلت لك انا باخدها واحده واحده بعد ما بطلت كوره، خدت الدورات التدريبيه وكمان مجلس الاداره لما خدت رئاسه نادي جنوب سيناء، وبعد كده خلصت الكليه في 2019. الحمد لله كان في نصيب يعني اني موجود في قناه الزمالك، بس لسه يعني بتعلم طبعا يعني. ربنا يكرمك ويوفقك دايما، وخليني ابتدي معاك من اول الخط واول لحظه دخلت فيها نادي الزمالك، فاكرها ولا لا؟ طبعا. كانت امتى وسنه كام؟ كان عندي 13 سنه، كانت 92 او 93 مش بالظبط السنه، مش متذكرها قوي. كان مع والدي وعمي الله يرحمه، وقابلني الكابتن كوشي، واللي مرني في اليوم ده الكابتن الدو. كابتن الدو، كابتن الدو الله يرحمه، حوالي 4 دقايق او 5 دقايق مسك الكره كده، قال للواد ده يقعد على جنب. فالمهم رحت قعدت على جنب، فانا بصيت لعمه وقلت خلاص يبقى انا ايه همشي، فلقيته نادى الكابتن كوشي الله يرحمه، قال الواد ده مضوه، انا شايف ان هو كويس. انت اول خط بالنسبه لك واول مره رايح فيها انت حارس مرمى؟ ده انت دايما تسأل حارس بقول لك لا اصل انا الاول كنت بلعب مهاجم، بلعب نص ملعب. انت من الاول؟ لا، والدي ما كان حارس مرمى في طنطا وفي شبين، فكنت بلعب دايما انا راس حربه والكلام ده، دايما انت عارف كانوا بيضحكوا علينا زمان وكده في جون، فانا كنتش احب الحته دي. لكن يمكن في دوري المدارس كمان في جنوب سيناء كنت هداف الدوري، يمكن في الاورمان كمان في الثانويه كنت هداف الدوري المدارس. لكن والدي قال لي في اكتر من لاعب موجود في الملعب، اللاعب 10 لعيبه موجود لكن ما فيش الا جون واحد. يعني انت المراكز، انا بكلمك على المراكز يعني، فتلاقي حراسه المرمى قليله. فلعب يعني انا شايف ان في امكانيات موجوده، وضربنا على الموضوع ده وربنا وفق مشيت معايا. اول مباراه لعبتها مع نادي الزمالك وفي الفريق الاول كانت امتى وكانت قدام مين؟ ضد مولي القناه 4-1، وطبعا جد دخل فيها جون صعب شويه. تاني مباراه بقى كانت غزل المحله في المحله، دي كانت مباراه بدايتي الحقيقه مع نادي الزمالك. اكتر تصدي انت فخور بيه لحد النهارده وكل ما تفتكره هي التصدي ده في المباراه ديت، دي اجمد حاجه انت فاكرها؟ والله ابراهيم، هو انا يمكن ماتش الترجي في بطوله افريقيا 2002، كنا في اول 10 دقايق وربع ساعه تصدين ورا بعض، والحمد لله الماتش ده خلص 1-0، كان سبب ان احنا ناخد بطوله افريقيا. ده من برضو التصديات. في كمان في 2009 كنا بنلعب دينامو زهراري، الكره انا مش عارف انا لحد دلوقتي طلعتها ازاي، فدي من الحاجات اللي ممكن ننساهاش. اول بطوله جبتها مع نادي الزمالك كاس مصر 99، بس اول بطوله لعبتها، لكن انا اول بطوله كنت موجود فيها الافراسيوي 97، لكن اول بطوله لعبتها وانا في الملعب افراسيوي 97 كان اسماعيل يوسف والرعيلي الجامد، الفرقه الجامده دي الافراسيوي صبري كان قدام بوهنج صح؟ صبري ما شاء الله الكره الصاروخ دي. لكن اول بطوله فعليه بقى وانت مشارك؟ مشارك يعني، بس انا الاولانيه كنت موجود في الفريق، لكن الفعليه كنت ناشين وبتصعد مع الفرقه وموجود في الفريق الاول. لكن فعلي كانت 99، كان كابتن ابو رجيله كاس مصر، كسبنا حتى 3-1 اسماعيلي. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا الممتع في اول الخط مع كابتن عبد الواحد السيد نجم نادي الزمالك. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، وضيف وضيف حضراتكم كابتن عبد الواحد السيد. كابتن عبد الواحد، خليني اسالك بقى، اول عربيه جبتها من فلوس الكوره كانت ايه وبكام؟ واحكي التفاصيل والكواليس. لا انا ما جبتش عربيه من فلوس الكوره، ركبت عجله على طول ولا لا؟ لا طب اقول لك حاجه، اول حاجه هديه كان والدي قال لي لو طلعت من الاوائل على المدرسه هجيب لك عجله. فعلا وطلعت الحمد لله، كنت طالع الثاني تقريبا على المدرسه وجاب لي عجله يعني. لكن اول كوره كان لا والدي اللي جايبها لي، وانا في العربيه. اول عربيه جابها لك الحاج؟ الحاج جايبها لي. لكن مش من فلوس الكوره، هو جابها لي يعني ساعدني فيها كتير يعني. ماشي. لكن من فلوس الكوره بقى ركبت بقى بعدين بقى يعني كانت بقى جديده بقى. لا كنت عربيه كده كان لونها غريب اسمها اوبل تيجرا. ايه اوبل تيجرا؟
كان شكلها سبور كده غريب، شغل عالي. دي ما كانش في حد راكبها في مصر، كانت في 3 4 في مصر. ما انت وحيد برضو فلازم يبقى في شغل. بس اقول لك حاجه، انا زعلت جدا لان انا جبتها بمبلغ كان كبير وقتها. لو انا اشتريت شقه او فيلا كان بالنسبه لي افضل يعني. لا والله يعني والله. لكن دفعت كام؟ دفعت حوالي 120,000. ده كان رقم رقم كبير في الوقت ده. بس وجبتها بقى واتبهدلت فيها قسط كذا سنه وبتاع. انت عارف بقى يعني لو بفكر العقليه دلوقتي، لا طبعا عمر ما كنت اشتريتها. انت صحيح كنت بتسلف اللعيبه في فتره من فترات في زمان؟ كتير حصلت كتير جدا. اللعيبه الصغيره كانوا بيصعبوا عليا احيانا يعني. مره محمد ابراهيم داخل بقولك انا معيش فلوس تاكسي او مواصلات، مره بكلم عبد الشافي بقول له عبد الشافي مش جاي، قال لي معيش بنزين اجيب العربيه كان لا انا بقول لك يمكن في فتره ما فرطت يعني، بعتبرها فتره مظلمه للفرقه. لكن انا اللي كان الاكبر بقى مش من انا بسالف، الاكتر ان انا لما كانت بتيجي فلوس دايما بقعد مع اللعيبه الكبيره، واحيانا كان بيزعلوا مني ان انا بخلي الجزء الاكبر للعيبه الصغيره. طب اقول لك واحنا عندنا التزامات. وكان قلت لهم رغم الاظلام ده ما فكرتش تسيب الزمالك في وقت من الاوقات لا احتراف حتى عربي يعني؟ لا خالص، بالعكس يا ابراهيم. يمكن جالي كذا عرض في الوقت ده من انديه هنا في مصر، بس ما انا يعني دايما قلت ان انا زمالك، حابب ان انا اخد مسيرتي كلها زمالك، لان انا دايما مقتنع ان صاحب بالين كذاب. اللعيب اللي راح من الزمالك للاهلي او من الاهلي للزمالك ما تبقاش ليه هويه. فانا ده وجهه نظري. ممكن في ناس ممكن تنجح مع يعني كابتن جمال عبد الحميد نجح مع الزمالك، وممكن امثله تانية سيد طارق قعد فتره بس كابتن جمال عبد الحميد رحل عن الاهلي مجبرا يعني، فما انطبقش عليه الراجل لما راح عمل بدايه جديده تاريخيه مع الزمالك. طبعا انا بكلمك على نماذج اللي هو ممكن ناس تنجح وممكن ناس ما تفشل يعني. الهويه اللي عبد الواحد السيد يبقى تشيرت نادي الزمالك خلاص كده. هي ده الحمد لله، هو ده اللي الواحد يعني يمكن موجود في القناه دلوقتي او هترشح مثلا لمجلس الاداره الفتره اللي جايه دي، ربنا يشاء. هترشح ان شاء الله باذن الله نفسك في مجلس الاداره باذن الله ان شاء الله؟ على عضويه ولا على الرئاسه؟ عضويه اكيد طبعا. لا لسه لا مش هالرئاسه على طول. لا صعب. بس يا رب ننجح في العضويه ان شاء الله. طب احنا اسئلتنا كلها عن اول الخط، انما اخر خط بقى اللي هو كان قرار الاعتزال جه ازاي وفكرت فيه ازاي، وهل انت ندمان عليه ولا لا هو ده كان وقته خلاص؟ لا وقته طبعا، وانا كان نفسي اعتزل جوه نادي الزمالك، بس للاسف حتى كمان يمكن برضو معلومه اقولها لك معاك، اول مره انا قلت اللي في الزمالك ان انا عايز اخر سنه دي حتى لو من غير فلوس بس اعتزل جوه نادي الزمالك. لكن في ظروف حصلت وكلام حصل ولغط، فالمهم مشيت. فقلت اجرب في مكان تاني. لكن انت انا من ساعه وانا عندي 12 سنه 13 سنه لعبت داخل نادي الزمالك، طلعت بره اختلاف شاسع، فما عرفتش اتاقلم 6 شهور. حتى اللي هو محمد عبد السلام قال لي كمل، قلت له انا مش قادر. رغم الناس دي شخصيات محترمه وناس فاهمه جدا في الكوره يعني، تجربه انا بعتز بيها ان انا عرفت ناس بيها، لكن التجربه نفسها لا، مش طبعا مش موفقه بالنسبه لي. رغم ان انا كنت ممكن اكمل وتحارب بقى وانت فاهم الكلام ده، بس انا ما حسيتش بقى ان انا محتاج ان انا لا خلاص كفايه كده، واللي انا عملته الحمد لله. كابتن عبد الواحد انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. ايما انا اللي بشكرك، وطبعا مبسوط دايما انا ببقى موجود معاك واكيد بتعلم منك. حبيبك يا ابو العالم كله. حبيبي ايما والله. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر كابتننا كابتن عبد الواحد السيد. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده من اول الخط. سلام.